صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هو اول مباراه في الموسم الجديد اللي هنبداه كده ان شاء الله بالمنافسه على ثلاث بطولات، هي السوبر المحلي والافريقي، وكمان هنشارك في كاس العالم للانديه. ماتش النهارده هيكون الساعه 7:30 بالليل هنا على ملعبنا، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا الساعه 6 مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده بعد ما توج بكل الالقاب الممكنه في الموسم اللي فات، وقدرنا نحقق الثلاثيه اللي بدات بالدوري وبعد كده دوري ابطال افريقيا وكمان مسابقه كاس مصر. الحقيقه ما كانش فيه فتره للراحه بين الموسمين، والموسمين تقريبا دخلوا في بعض بسبب فتره التوقف الطويله اللي كانت السنه اللي فاتت بسبب فيروس كورونا اللي وقف الموسم فتره طويله جدا. لكن الحقيقه الفريق تم تدعيمه بقوه في الفتره اللي فاتت، منهم بدري بنون اللي جاي من الرجاء المغربي، وكمان احمد رمضان بيكهام اللي جاي من وادي دجله، وكمان في خمس لاعبين معارين انضموا للفريق عشان يدعموا الفريق بعد ما تالقوا في فتره الاعاره دي، زي ناصر ماهر وكمان صلاح محسن واحمد ياسر ريان واكرم توفيق، ومعاهم كمان محمد شريف المتالق جدا في الموسم اللي فات. فريقنا بيدخل الموسم الجديد وهو عنده عمق كبير جدا في القائمه بتاعته، هنقدر ان شاء الله نستفيد منها خلال الموسم المتوقع ان هو يكون طويل وشاق، وفي كل مركز هيكون فيه 2 أو 3 لعيبه، ده غير اللعيبه اللي بتلعب في اكتر من مركز، وهيساعده مستر موسيماني في الموسم الطويل ده. في حراسه المرمى مثلا هيكون موجود محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وناحيه اليمين محمد هاني وبيكهام، وجنبه بدر بنون وياسر ابراهيم، وكمان موجود معاه ايمن اشرف و رامي ربيعه وسعد سمير، وناحيه الشمال هيكون موجود علي معلول ومعاه محمود وحيد، وقلبين الارتكاز في نص الملعب هيكون موجود اليو ديانجو ومعاه حمدي فتحي وعمرو السوليه ومعاه كمان اكرم توفيق، وقدامهم هيكون موجود قفشه ونيدفيد اللي ان شاء الله هيرجع من الاصابه ويكون موجود معانا ومتأيد في القايمه، وكمان ناصر ماهر، وناحيه اليمين هيكون موجود حسين الشحات ووليد سليمان وكمان جيرالدو، والناحيه الثانيه هيكون موجود طاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد شريف كمان، وفي راس الحربه هيكون موجود مروان محسن وجونيور اجاييه واحمد ياسر ريان ومعاهم كمان صلاح محسن. بنتمنى ان شاء الله التوفيق لفرقتنا وللقائمه كلها في الموسم الجديد اللي اكيد مستر موسيماني هيستفيد منهم وهيلاعبهم طبعا عشان ما نعانيش من اللي حصل في الموسم اللي فات من اصابات وغيابات كتير في نهايه الموسم، وان شاء الله الموسم يكمل على خير. نروح بقى لفرقة المقاصة اللي بتدخل الموسم الجديد بولاية جديدة لإيهاب جلال اللي يعتبر أنجح مدرب في تاريخ النادي، بيبدأ معاهم الموسم من أوله. والحقيقة فرقة المقاصة الموسم اللي فات أنهيته في المركز التاسع في مسابقة الدوري، لكن الموسم ده شكلهم ناويين على حاجة مختلفة مع إيهاب جلال في بداية الموسم. الفريق أبرم العديد من الصفقات المهمة، أبرزهم أسامة العزب وهشام محمد من الاتحاد السكندري ومصباح طقطق وأحمد عادل من المصري، ده غير انه استغنى عن مجموعه كبيره من نجومه زي محمد ابراهيم وميدو جابر وكمان صلاح امين المهاجم المخضرم. الموسم اللي فات لعبنا المقصه ماتشين، كسبنا ماتش الدور الاول 2-0 بهدفين لعلي معلول وقفشه، وفي الدور الثاني اتعادلنا 0-0 في المباراه اللي حسمنا فيها الدوري قبل ما ندخلها لما الزمالك خسر ليلتها من اسوان. بنتمنى النهارده ان شاء الله التوفيق لفرقتنا في افتتاحيه الموسم وبدايه رحله الدفاع عن اللقب، ويلا يا اهلي.